أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، موضوع هذا اليوم المبارك السعيد هو التراويح في ظل الحجر. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله لي ولكم في رمضان، وجعلنا من عتقائه ومن الرابحين فيه. وانتبهوا إليه جيدا، رعاكم الله، واعلموا أنه يمر كلمح البصر، كما قال تعالى: أياما معدودات، ما بين طرفة عين وانتباهتها ينقضي. فهنيئا لمن اغتنم فضله وفاز. هذا الشهر المبارك خصه الله تعالى بفضائل كثيرة وبأعمال جليلة، وعلى رأس ما هو مطلوب فيه الصيام والقيام. فالصيام في ظل الحجر غنيمة، لأن محدودية الحركة يجعلك تقبل على الله أكثر لتوفير الوقت. أما القيام في ظل الحجر فنتساءل أولا: لماذا الحجر؟ لسبب نعرفه جميعا ولا يجهله أحد. فنحن لازلنا مع الوباء، ونحن الآن مع الموجة الثالثة منه، وهي موجة خطيرة، ومؤشرات ذلك معروفة معلومة، من ضمنها ارتفاع الحالات، فهي الحالات ترتفع من جديد لتصل مثلا إلى 700 حالة في يوم واحد، وقد كنا من قبل أشهر قليلة قد وصلنا إلى ما دون 100. ثانيا، أن معظم الحالات المصابة حالات حرجة، وهذا إشكال كبير جدا، لأنه كلما كثرت الحالات الحرجة كلما كثر الخطر. ثالثا، ظهرت سلالات جديدة من هذا الوباء، وهي سلالات أشد فتكا وأكثر إيلاما، ومن ضمنها السلالة البريطانية التي ظهرت في كثير من مناطق بلدنا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ضمن المؤشرات كذلك كثرة الموتى. مرة أخرى عدنا إلى 10 حالات فما فوقها يوميا. وبلادنا المغرب كباقي العالم إن اتخذت الاحتياطات تغلبت على الوباء، وإن فرطت هزمها فكانت الطامة الكبرى. اختار المغرب سبيلا وسطا، يعني حفاظا على الأرواح البشرية، لأنه عندما يختار الإغلاق الكامل فذلك انتحار للاقتصاد وانتحار للبلد ككل.
وعندما يختار الفتح الكامل بدون قيود فذلك تهور لا تحمد عقبة. ولذلك اختار السبيل الوسط بعد تفكير جدي، واختار ذلك مكرها. ولكن لماذا الحجر في الليل بالذات؟ يعني يجب أن نعرف معشر الإخوة والأخوات أن صالح الحكومة في الحركة الدائمة، لأنه كلما تحرك الناس كلما تحرك الاقتصاد، وكلما نشطت الأمور، بينما الحركة على العكس من ذلك، لا قلة الحركة أقصد، أكثر إيلاما، والبلاد فيها أكثر تضررا. ومع ذلك فرض على الحكومة أن تتخذ هذا السبيل، والإغلاق بالليل لسبب واضح جدا، أنه كلما نقصت الحركة قلت الحالات، وبالتالي يتحركوا الناس في النهار يبيعوا ويشتريوا، والدور العجلة من اللي تيجي الوقت ديال الليل يعني يستريحون ويريحون. وقد فرض هذا على أن بعض الصلوات لا يؤديها الناس في المسجد، فقد سمح لنا بأن نصلي في المساجد الظهر والعصر والمغرب. ومن غريب الأمر أن نجد كثيرا من الناس يهجرون المساجد في هذه الصلوات وتيغوتوا، علاش ما سمحوا لنا أننا نمشيوا للطروح ولا نمشيوا للعشاء. الله يجزيكم بخير، عمروا المساجد غير في الأوقات المسموحة، يعني تفوزوا وتربحوا. بالنسبة للعشاء والصبح غادي يصليهم الإنسان في البيت ديالو، وممكن أنه يدير الجماعة مع من تيسر من الأهل ومن في كان فيهم. إذا فرضنا بأنه صلىها لوحده ولم يصلي في جماعة، له أجر الجماعة، لأنه ما فعل ذلك إلا لأنه منع. لو سمح له لذهب إلى المسجد يلتمس أجر الجماعة. فيما يتعلق بالقيام، فيما يخص التراويح، الأصل فيها كما تعرفون أن تؤدى في البيوت، وعندما تؤديها فالأجر فيها هو نفسه، لا يزداد الأجر بالجماعة فيها ولا ينقص بأدائها بشكل فردي، بل إنها مناسبة أن الإنسان يجعل في بيته مكانا يرتبط بالصلاة، يصلي فيه ما تيسر له من النوافل، وكذا الفرائض إذا كانت هناك أعدار قاهرة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لا بد من أن نصلي في بيوتنا. ولذلك معشر السادة والسيدات، بدلا من كثرة القيل والقال، وبدلا من إطارة البلبلة، فباب الله
لن يستطيع أحد أن يغلقه من دونك، والله قد فتحه. لذلك حرصوا رحمكم الله على اغتنام نفحات هذا الشهر المبارك الكريم. دقوا باب الله، اطلبوا الغفران، اطلبوا النجاة، اطلبوا الشفاء، اطلبوا الدواء، اطلبوا الرحمة، والله سبحانه وتعالى قد وعدكم بالاستجابة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.